وما زلنا مع حضراتكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية الخاصة، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. دعنا نبدأ بتعليق حضرتك على المشهد الحالي بشكل عام والتحركات المصرية حتى اللحظة، ومصر دائما ما تكون لها دور كبير في القضية الفلسطينية وما تمر به. الحقيقة يعني ألطف توصيف لما يجري في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه مشهد عبثي، وصوت الحق وصوت العقل يصبح الالتفاف حولهما فاضعين على كل عاقل وكل راشد في المنطقة العربية، سواء من الشعوب أو من الحكام. وصوت العقل وصوت الحق في المنطقة كلها يعني يخرج من مصر. مصر التي منذ اللحظة الأولى وقبل عام منذ تولي هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وهي يعني تمارس كل الجهد الكبير للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، محاولة تحجيم الجموح الإسرائيلي المستمر في العنف المتزايد والوحشية مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، التصعيد المستمر خلال العام الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، إلى نقطة اللاعودة التي وصلت إليها المنطقة بالكامل بسبب اشتعال هذا الصراع، بسبب ما تمارسه إسرائيل على إخواننا في غزة من عمليات إبادة جماعية، من عقاب جماعي لكل الفلسطينيين، لملايين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ومن سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تلزم إسرائيل بالحفاظ على أرواح الفلسطينيين بصفتها دولة احتلال، جيش احتلال، يجب أن يمتنع عن هذه الممارسات إذا كان هناك أي تجاوز تم خلال الأيام القادمة، فإن هناك جهات تحقيق يمكن أن تحقق في ذلك، أن هناك تقصير من الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحاسب نفسها عليه قبل أن تجبر الفلسطينيين والمنطقة بالكامل على تسديد فواتير أخطاء حكومة أثبتت الأيام أنها يعني وهنا لابد أن نتوقف أستاذ محمد. يعني حضرتك بتقول لابد أن يكون هناك تحقيقات، لابد أن نتوقف عند ما تقوم به قوات الاحتلال. من الذي سيقوم بالتحقيقات؟ من الذي من الممكن أن يوقف إسرائيل عما تفعله في الوقت الحالي؟ لا أمل أمام من يعني إلا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية في كل العالم. يجب أن تتدخل لمنع انزلاق المنطقة إلى حافة الخطر، لأن هذا سيؤثر على العالم أجمع، والعالم لا يحتمل أصلاً. أي مجتمع دولي يا دكتور يا أستاذ محمد؟ يعني نرى أن هناك دعم كبير من جانب عدد كبير من الدول الغربية لإسرائيل في هذه اللحظة. إذن أي مجتمع دولي نتحدث عن أي مجتمع؟ هناك خطان يجب أن نسير فيهما معا. خط توحيد الجهود العربية والإسلامية في هذه اللحظة الحرجة، وأعتقد أن مصر يعول عليها الكثير في هذا الأمر بحكم أنها الدولة الأهم في المنطقة، الدولة الأكثر تأثيرا في هذا الملف والأكثر ترصعا به. توحيد الجهود، كشف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في هذه اللحظة والتي ارتكبتها خلال الشهور والأسابيع الأخيرة من انتهاكات على كل المستويات، على المستوى البشري لسكان القطاع، على المستوى تعديها على المقدسات الدينية. كل هذه الأمور يجب أن تكشف أمام العالم، يجب أن نخاطب رأي العام العالمي الضاغط على الحكومات العالمية، يجب أن نكثف جهدنا الإعلامي وجهدنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لطاح القضية التي هي من أكثر القضايا العادلة والتي لا تجد من يروج لها هذا العدالة وهذه العدالة أو يكشفها بشكل كامل أمام رأي العام العالمي. يجب أن نواجه جزء من التعاطف الدولي سببه قضاة الآلة الإعلامية الإسرائيلية على تصوير أن ما يحدث هو استباحة المدنيين في إسرائيل، من تعدي من الفلسطينيين. كل الممارسات الإعلامية الإسرائيلية يجب أن يواجهها
وعي وجهد كبير من كل المهتمين بالقضية والمدافعين. هيجب نعم أستاذ محمد، نتحدث عن أنه لابد أن يعرف العالم ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، لابد أن يعرف العالم ما يحدث في قطاع غزة، لكن دعنا نكون أكثر وضوحا، يعني قوات الاحتلال أطفأت الأنوار عن قطاع غزة وضاءتها بالغارات، يعني هذا أمر واضح بالنسبة للجميع. قوات الاحتلال أعلنت وبشكل واضح أنها ستوقف وصول الماء والكهرباء والغذاء والأدوية، إذن ما السر الذي تقوم به إسرائيل في الوقت الحالي؟ لا يوجد سر. الأدهى من ذلك أنها، أو الأكثر يعني بؤسا من ذلك، أنها تحاول إلقاء كرة اللهب على الآخرين، تحاول أن تصدر الأزمة إلى مصر بشكل أو بآخر عبر تصريحات غير مسؤولة من بعض الأصوات الإسرائيلية يعني لدعوة الفلسطينيين للنزوح للحدود المصرية، وهذه كارثة بكل المقاييس، وهذا أمر مرفوض على كل المستويات وتم رفضه من قبلها، مشروع أو فكرة شيطانية قديمة تحاول إحيائها من أجل أن تلهي العالم العربي والرأي العام العربي وتسحب قوتنا وقدراتنا وتركيزنا عن المشكلة الأصلية، ما يجري من إبادة كما وصفتي حضرتك من ملامح لما تقوم به من ممارسات وحشية في غزة، من حصارها الكامل، من قطع الكهرباء، من كل هذه الممارسات الغير إنسانية التي تبالغ فيها إسرائيل بدعوى الانتقام الذي ستدفع ثمنه إسرائيل أولا وتدفع ثمنه المنطقة برمتها نتيجة المغالاة الشديدة في العنف التي انتهجتها هذه الحكومة الإسرائيلية طوال العام الماضي، ولم تتعلم من درس ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، أن العنف يولد عنف، أن وضع الفلسطينيين على حافة الهاوية سيجبرهم على الانفجار، وهو ما يحدث وما سيحدث خلال الأيام القادمة إذا استمرت إسرائيل على نفس تعنتها وعلى نفس ممارستها الوحشية. أين سيذهب الفلسطينيين؟ أي كيف سيعيشوا خلال اللحظات القادمة؟ إنها تضعهم على حافة الموت، وهذه كارثة إنسانية بكل المقاييس. نخاطب من كل منبر إعلامي ومن كل فرصة تتاح لنا أن نتحدث فيها، نخاطب كل العقلاء في العالم، نخاطب كل من يمتلك بقايا ضمير في المجتمع الدولي أن يتدخل لمنع ذلك. مصر تمارس كل ما تستطيع وكل ما تملكه من قدرات دبلوماسية خلال الفترة الأخيرة، قامت بجهد كبير جدا على المستوى الدبلوماسي، حاولت بكل السبل أن توقف ما يجري على الأراضي المحتلة، ما يتم من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين، طالبت في كل لحظة بالتهدئة، بمنع التصعيد، تحاول أن تتدخل بما لها من ثقل في المنطقة وثقل تاريخي في الصراع العربي الفلسطيني، تبذل كل ما في وسعها كما تعهدنا من مصر وعهدنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال سنوات حكمه، أنه يضع القضية الفلسطينية والصراع العربي الفلسطيني في أولوياته، يضع مشروع السلام، مشروع مصر الدائم للسلام وإحلال السلام الذي يوفر الأمن والأمان للشعوب العربية والشعوب والشعب المصري والشعب الفلسطيني الشقيق ولكل شعوب المنطقة. مصر دولة سلام وجدت دائما لفكرتها، حاولت أن تقنع كل الأطراف في المنطقة بذلك، ولن تتخلى عن دورها التاريخي أبدا مهما حدث، لكنها في المقابل تستطيع أن تحمي حدودها، أن تحمي شعبها، أن تحمي أمنها، وهذا هو قضاء مصر الدائم منذ أن اشتعل الصراع العربي الإسرائيلي قبل 75 عام، وممكن من قبلها كمان مصر تقف في المواجهة وتدفع، ومن أكثر الدول التي تدفع الثمن في المنطقة لهذه الافتراءات الإسرائيلية وهذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا المنهج الإسرائيلي الدائم في إجبار الشعب الفلسطيني على ترك أراضيه بأعمال وحشية ودموية. الكثير من المذابح في التاريخ الاعتداء الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي لن يمحوها التاريخ مهما مر عليها من زمن، وستحاسب عليها إسرائيل إن لم يستطع المجتمع الدولي أن يجبرها على حساب اليوم، سيجبرها غدا أو بعد غد، وستسدد كل فواتير كل هذه المذابح التي راح ضحيتها آلاف من الشهداء الفلسطينيين والعرب. وفي قائمة هذه الشهداء نفخر بأن مصر قدمت الكثير من الشهداء
في كل حبها وفي كل مواقفها النبيلة في دعم أستاذ محمد. دائما ما نتحدث عن أن هناك ثوابت بالنسبة للقضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية من ضمن ثوابتها هو الحفاظ والتمسك بالأرض، ومصر دائما ما تضع بالفعل القضية الفلسطينية في الأولويات، ودائما ما يكون لها دور في محادثات التهدئة، في المتطلبات التي يتطلبها أهالي قطاع غزة، في المساعدات المختلفة وإعادة الأعمار بالتأكيد، هذا من ضمن الأمور البارزة والواضحة جدا. هذه المرة ما الدور الذي ستقوم به مصر لحل هذه الأزمة التي يعيشها قطاع غزة، مع الوضع في الاعتبار أنه لا يمكن السماح بأن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية أو لترك الأرض؟ أول هذه الأدوار ما نقوم به من إصاءة يعني التصريحات المصرية الأخيرة خلال الساعات الأخيرة، والتي تتحدث عن المنعطف الخطأ الذي واجه القضية الفلسطينية، لفت النظر إلى خطوة ما يجري. هذا أول الأضواء التي تقوم بها مصر، لفت النظر إلى أن فكرة النزوح الفلسطيني إلى سيناء فكرة تصفي القضية الفلسطينية وتقتلعها من جذورها، التأكيد على مخرجات الجامعة العربية وكل التفاهمات العربية والإقليمية بأن هذه فكرة فاسدة ولا أصل لها ولا أساس لها، وأنها يعني مشروع يعني فاسد تروج له إسرائيل بهدف إلهاء الرأي العام العربي في سراديب بعيدة عن الأزمة الحقيقية. هذه التصريحات هل من الممكن القول أستاذ محمد أن هذه جاءت بمثابة الفرصة لجانب قوات الاحتلال أن تقوم بكل هذه الأعمال التي تقوم بها الآن في قطاع غزة حتى تحقق هذا الهدف؟ أعتقد ذلك. أعتقد أن كل ما سمعناه من حكومة بنيامين نتنياهو منذ أن تولى أو عاد إلى السلطة قبل عام تتحدث عن ذلك، عن تصفية القضية، عن إبادة الفلسطينيين. كل وزراءه المتطرفين، وزراء حكومته المتطرفين، حاولوا وجاهدوا استفزاز الفلسطينيين طوال العام بكل أشكال الاستفزاز، التعدي على المقدسات الإسلامية، التعدي على المقدسات المسيحية، كلها محاولة لاستنفار وحشد الداخل الإسرائيلي واستساط الكراهية بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني للوصول إلى هذه المرحلة، يعني مرحلة الاصطدام الكامل، وهو ما تحقق خلال الأيام الأخيرة وما سيتحقق خلال الأيام القادمة بسبب هذه السياسة التي انتهجتها، هي سياسة يعني إشعال كل الأزمات وإشعال كل الخلافات، فتح باب الاستيطان وزيادة عدد المستوطنات بشكل بجنون غير مسبوق في تاريخ الحكومات السابقة، كلها أعمال مستفزة لكل الفلسطينيين. ثم مؤخرا تحاول أن تلقي بكرة اللهب التي أشعلتها في نفسها على مصر بإساءة مثل هذه الدعوة التي نتحدث عنها بنزوح الفلسطينيين إلى سيناء، متناسين أن الفلسطينيين من أكثر شعوب العالم تمسكا بالأرض، متناسين أن السلطة الفلسطينية ذاتها هي من رفضت وطالبت كل الدول العربية بعدم منح الفلسطينيين جنسية هذه الدول التي لجأوا إليها منذ النزوح الأول في بعد نكبة 48، حفاظا على الجنسية الفلسطينية وحفاظا على القضية الفلسطينية، متناسين أن الفلسطينيين لم يغادروا فلسطين بل يعني كونوا مناطق مخيمات داخل فلسطين للاجئين الذين تركوا أراضيهم داخل الأراضي الإسرائيلية الفلسطينية المحتلة. الفلسطيني متمسك بأرضه، الفلسطيني يعيش في غزة في أكبر كثافة سكانية ولم يغادروا غزة لأنها أرضهم ومتمسكين بها، محاولة وضعهم على حافة الموت والإشارة إلى أن الطريق للنجاة هو عبر سيناء هي جريمة أخرى من جرائم إسرائيل تمارسها في حق المنطقة بأكملها وليس في حق الفلسطينيين. والتصدي المصري المبكر لهذا الأمر سواء اليوم أو قبل سنوات، لأن هذه قصة مكررة تطرحها إسرائيل بين الحين والآخر للتخلص مما أسمته صداع غزة الذي يعني أوجعها كثيرا لدرجة أنها يعني انسحبت القوات الإسرائيلية في 2005 انسحاب أحادي الجانب منها لتتخلص من هذا العبء وهذا الحمل الذي أوجعها كثيرا ويوجعها حتى الآن، وتريد أن تتخلص منه بأي طريقة حتى لو وراطت فيه مصر ولو فتحت يعني مجال جديد للمشكلات والصراعات التي لا تنتهي لكنها تكون قد حققت هدف وهو تصفية القضية. بالطبع
بالطبع هو تصفية كاملة لما يجري في غزة الآن من إبادة كاملة للسكان وإجبار السكان على فكرة الهروب من الجحيم، هي إبادة بالفعل للقضية. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية انتوت على ذلك وبيتت النية من شهور لذلك لتصفية القضية بكل الأشكال، وهي تسعى جاهدة لانتهاز ما حدث واستسماعه بشكل كامل في ظل تعاطف دولي غير مفهوم وغير مبرر يجب أن نواجهه بمزيد من التوعية وبمزيد من كشف وفتح هذه الممارسات في كل لحظة وفي كل وقت، كي نستطيع أن نوقف هذا الانزلاق الكامل للمنطقة نحو الجحيم. ما تفعله إسرائيل لن يؤذي دولة بعينها، لكن سيؤذي المنطقة بما فيها إسرائيل نفسها. هي فكرة إزاحة الفلسطينيين إلى حدود أخرى ما تعني مشكلة. لكن من ضمن التصريحات الإسرائيلية أيضا أستاذ محمد أن ما يحدث في هذه الأونة، هذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، تصريحات إسرائيلية أنه سيغير من الخريطة بشكل عام، ألا ينم ذلك أيضا على النية الموجودة في الوقت الحالي؟ بالطبع ينم ويؤكد ذلك، لا مجال للشك. فقد أصبحت التصريحات يعني شبه رسمية من مصادر عسكرية إسرائيلية. المعمارة واضحة وملامحها ترتسم مع الوقت، ومصر يقظة الحمد لله، القيادة الرئيس ووعي الكامل لما يجري، تفهمه للأزمة وملابساتها. مصر لن يرجعها ذلك عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني والدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وهي حتى اللحظة تقدم كل العون والدعم للمصابين الفلسطينيين. وسيارات الإسعاف المصرية على الحدود بتستقبل الجرحى والمرضى، كما عهدنا مصر دائما في كل الأزمات وفي كل المواقف المساندة للقضية الفلسطينية والأزمة الفلسطينية. هذه المؤامرة يعني تكتمل بشكل واضح وجلي أمامنا كمصريين وأمام العالم كله، والانتباه جزء من بداية الخروج من الأزمة. يعني فكرة التنبيه المصري اليوم الخارج عن مصادر مصرية يعكس الوعي بأن الانتباه سواء على مستوى الرأي العام المحلي أو المستوى الرأي العام الدولي، الانتباه لما يجري هو بداية مواجهته ومنع حدوثه، لأنه بالفعل يعني سيصفي القضية بالكامل كما تتمنى وتتوقع إسرائيل، وسيقضي على طموح الشعب الفلسطيني في الحد الأدنى الذي ارتضاه منذ أن وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية أوسلو في مطلع التسعينات، وطالبت ويعني وطالبت أن بالسلام المبني على حل الدولتين، وصارت وراءها معظم الدول العربية ومقدرات جامعة الدول العربية في مخططات السلام العربية كلها ومخرجات السلام التي ارتضت مثل هذا الحل. لكن إسرائيل تتنصلت بعد ذلك من كل هذه التفاهمات وتراجعت حكومات ووراءها حكومات، حتى وصلنا إلى حائط التطرف الكامل من الحكومة الحالية الذي أوصلنا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالسلام، ولكن لازلنا متمسكين بالسلام لأنه هو السلاح الأساسي والوحيد في يد مصر والعرب في مواجهة هذه الوحشية الإسرائيلية. نعم، هذه الوحشية الإسرائيلية، لن أتحدث عن المواثيق الدولية الخاصة بها، لكن دعنا نتحدث عن المواثيق الإنسانية. أين ذهبت هذه المواثيق بشكل عالمي؟ لا أتحدث بالتأكيد عن الشكل العربي أو على مستوى الدول العربية، لأن هذه هي القضية الخاصة بنا جميعا، لكن بالنسبة للدول الغربية أين ذهبت المواثيق الإنسانية في هذا الأمر؟ يوسفني ان يعني انا اقول لحضرتك ان يعني وخاصه في السنوات الاخيره تحديدا، يمكن ان ينطبق هذا الكلام يمكن في العقد الاخير، هناك تراجع مدهش ومثير للتساؤل في تعامل الدول على المستوى الاخلاقي والانساني. هناك عده حضاريه يعني تظهر في كثير من الخلافات والصراعات الدوليه، هناك ارتفاع لنبرة العنف واستخدام السلاح،
وهو ربما يكون ما أوصلنا إلى حالة الصراع العالمي الذي بدأت تتضح ملامحه وحدوث قطبية في العالم ما بين أمريكا وحلفائها وما بين الاتحاد السوفيتي والصين وحلفائهم. هذه الحالة أنتجت يعني ما يمكن أن نسميه بتراجع إنساني وتراجع للدور الأممي في الحفاظ على مواثيق الإنسانية سواء في الحروب أو في أوقات الأزمات أو في مساندة الدول للدول المنكوبة. هناك يعني حالة من الوحشية العابرة للقرارات أصبحنا نراها وأصبحت تصدرها شاشات الفضائيات والمنصات التواصل الاجتماعي في كل الخلافات وفي كل يعني في كثير من دول العالم. فما فأصبح يمكن يعني قبل سنوات بعيدة عندما كنا نشاهد مشاهد العنف الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى والثانية للشعب الفلسطيني كانت تحدث صدى كبير نتيجة يعني نضات هذه المشاهد على المستوى العالمي. لكن انتشار العنف بهذه الصورة على مستوى كثير من الصراعات العالمية أفقد القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي ميزة لفت الانتباه أو لفت الأنظار، فأصبح هذا هو السائد على مستوى العالم. فأنت لما 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 نجد مشاهد القتال والوحشية في أكثر من دولة تحدث في نفس اللحظة التي تجري فيها مثل هذه المشاهد التي تجري في غزة مع الفلسطينيين، فاعتياد الرأي العام العالمي على مثل هذه الأمور أفقدها قيمتها للأسف. وربما نعم، لكن ما يحدث في قطاع غزة هو قصف إسرائيلي مع محاصرة ومنع وصول مساعدات طبية وإنسانية. في الوقت نفسه المجتمع الدولي يرى ويصمت. غض الطرف أخذنا عليه كثيرا في أوقات كثيرة، لكن هذه المرة أصبح ليس غض الطرف لكنه أصبح مساعدة للجانب الإسرائيلي وقوات الاحتلال فيما تفعله في قطاع غزة. إذن عن أي مواثيق دولية من الممكن أن توقع الدول؟ عن أي مواثيق إنسانية من الممكن أن توقع الدول في هذه الظروف؟ الحقيقه هي يعني انا بس مش عايز استثني المره دي في ان المساعدات الدوليه مستمره مع اسرائيل بشكل مكثف، لان المساعدات مستمره طوال الوقت ومنذ، لكن هذه المره بشكل واضح وكثيف، بشكل سافر. هذه المره يمكن ان نسميها يعني نصف الاشياء بمسماها الحقيقي. ما يحدث هذه المره هو دعم كامل لاسرائيل بشكل سافر وملفت ويستحق يعني لا اخفيك سرا انه يستحق الانتباه والالتفات ما تقوم به دول كثيرة هذه المرة من المساندة الكاملة لإسرائيل. ربما يؤكد ما أشارت إليه حضرتك قبل قليل من أن هناك نية مبيتة، من أن هناك مؤامرة، من أن هناك فكرة يجري تنفيذها على الأرض جبرا. يعني ما يجري يوحي بذلك، وأنا يعني أكاد يعني أشك في ذلك بشكل كبير، لأن كل القراءات والمشاهدات التي تحدث خلال الأيام القليلة الماضية توحي لنا أننا أمام يعني أضلاع تتكامل مع بعضها بسرعة كبيرة بدون حتى تروي أو تحقيق فيما يجري أو استيعاب لما يحدث. الدول تساند وتعلن دعمها الكامل بهذه الصورة، دول تتخلى عن أي دعم تقدمه للفلسطينيين. حالة شبه إجماع، حالة انحياز، هي ربما تكون أيضا كما أشارت حضرتك قبل قليل لحالة القطبية التي أحدثتها الأزمة الأوكرانية أو الحرب في أوكرانيا، التي جعلت الدول الغربية تصطف خلف أمريكا في كل قراراتها بانحياز واضح. ربما يكون هذا واحدة من ملامح التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية التي أحدثتها الحرب الأخيرة التي قسمت العالم وجعلت الانحياز والتمطرس وراء الأفكار والاتجاهات والمواقف جزء من استراتيجية التعامل الدولي الجديدة. لأن في المقابل سنرى عدم الإدانة والمواقف شبه متفقة على الجانب الآخر من الصين ومن روسيا ومن إيران. نعم. المعسكر المقابل لأمريكا
في التعامل مع القضية مختلف في تعامله مع عموما. أستاذ محمد، يبقى أن ما يحدث الآن بقطاع غزة هو دليل واضح على فكرة الكيل بمكيالين، وأيضا على ظهور الكثير من النوايا التي ربما قد اتخذت كفرصة، أو الأحداث الأخيرة اتخذت كفرصة في محاولة لتنفيذ هذه النوايا، لكن هذا لن يحدث على الإطلاق لأن الثوابت الفلسطينية والثوابت المصرية دائما ما هي محددة. أستاذ محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.